السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. السلام عليكم جميعا. أي وثيقة تحمل ختم فهي ممكن سؤال تاك هل تكون أي وثيقة أو ورقة تحمل إمضاء وختم تعتبر وثيقة رسمية وقانونية؟ لا، أكيد ليس كل وثيقة تحمل ختم تعتبر وثيقة رسمية. طبعا تبقى للختم الموجود على الوثيقة. أولا قبل الموضوع اليوم هو أهمية الوثيقة الرسمية، الوثيقة الرسمية في ضمان التعاملات اللي بين الناس. قبل ذلك لازم نعرف الموثق، من هو الموثق أولا. الموثق هو ضابط عمومي خولت له السلطة جزء من صلاحياتها، جزء فقط من صلاحياتها. الهدف من هذا حتى السلطة العليا تقرب الإدارة للمواطن. ومن أهم الموثق هو حفظ وتحرير العقود التي يطلبها الأفراد. وهناك بعض العقود، بعض المعاملات وين الرسمية تكون شرط، يعني شرط لإبرام المعاملة وحتى تكون لها قوة ثبوتية للإثبات.